بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء صحة رمضانكم ما شاء الله. يعني مش راح نقول لك الحمد لله، استفدنا من سكن اجتماعي بلدية زريزر بعض المعاناة كبيرة، حوالي 14 سنة مدي ميلويت وانا دافع دوسي، والحمد لله جاء النهار واستفدنا سكنة وربي فرحنا اجماعي ان شاء الله، والعقوبة اللي مازالوا والحمد لله يا رب العالمين، وصحة رمضانكم. بعد معاناة كبيرة ساكن عندنا كده سنة، وإحنا عايشين في القصدير. اليوم نبعين ربي إن شاء الله بالسكنة دي، وربي إن شاء الله يزيد يفتح الناس اللي من زاد ما لاتش. بمناسبة هذه عيد في رمضان جاتنا إن شاء الله مناسبة ملاحة، ونتمنى كل الخير للناس إن شاء الله، وربي يسعدهم إن شاء الله وفرح الوليدات هذوما في سكنة جديدة إن شاء الله. أول رمضان أول لما دخلنا سكننا حاولنا إن شاء الله العقوبة إن شاء الله اللي نزالوا أهدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبعنا في السكنة، فيها الغاز، فيها التيسيتي، فيها الماء، وكنت شمرة بعدها وربي فرجع لنا فعلا دوسي معنا دينا سكنة، ونروحوا للمزالو إن شاء الله يا خبر للمزالو إن شاء الله.